مرحبا بكم أطفال، سوف نلعب المرحلة الثامنة من نقل الأطفال إلى المدرسة. إذن على بركة الله ننطلق. هذه هي الحافلة، سوف نذهب إلى الأمام مباشرة. هكذا، ثم على اليسار هم الأطفال ينتظروننا. سوف ننقل الأطفال إلى المدرسة. 3 أطفال، 1، 2، 3. سوف ننطلق، نذهب من هنا هكذا، ثم هكذا، ثم مباشرة، ثم على اليمين، إذن سوف يركب الأطفال الحافلة. هنا معنا طفلان ينتظران الحافلة في المكان المخصص. شاهدوا، 1، 2، ننطلق. نرجع إلى الخلف قليلا، يجب أن نذهب على اليمين، هاهم الأطفال، نتوقف هنا لكي يركب الأطفال الحافلة. 1، 2، 3، 3 أطفال. إذن ننطلق مجددا، يجب أن نذهب في الاتجاه الآخر، على اليسار، يعني سوف نذهب على اليمين أم اليسار؟ لا، ليس هذا هو المسار الصحيح، يجب أن نذهب على اليمين هكذا، ثم على اليسار هكذا، ثم على اليمين ثم على اليسار هم الأطفال ينتظرون الحافلة. احسبوا عدد الأطفال، 2، طفلان سوف يذهبان إلى المدرسة. 1، 2، ننطلق، ننطلق هكذا، ثم على اليمين، نذهب على اليمين، ثم على اليسار مباشرة، ثم على اليسار،
اذهب مباشرة إلى الأمام ثم على اليمين، وها هي المدرسة هنالك. سوف ندخل إلى المدرسة. أين هي المدرسة؟ يجب أن ننقل الأطفال أيضا. هؤلاء الأطفال، واحد، اثنان، ثلاثة، ننطلق لكي نصل في الوقت المناسب. بقي 66 ثانية. على اليسار، يركبون الحافلة هكذا. واحد، اثنان، ثم نرجع إلى الخلف هكذا. يجب أن نصل في الوقت المناسب. نسرع قليلا. هكذا. مباشرة ثم من هنا سوف نصل. لم نصل، لا يهم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.